نزلت وراحت على مكان كانوا فيه تملي بيسهروا. أول ما شافها في سلام وبان إن مشاعره اتغيروا، وقال كلام ما كانتش عارفة تجمعه. متفاجأة بيه مسؤولة قاعدة تسمعه، أصل الكلام ده بيبقى دايما آخره بار. فعلا أوام ظلمها جات في محلاه، ورفع عينيه وبأسوى وجود قال لها معلش آسف احنا لازم ننسى بار. سرحت وشافت ذكريات أجمل لاقي عمرها، معقولة يعني قلبه مات وحياتها ناوي هداه. بصت له تاني باهتمام وقالت له متفقين كده، أنا جاي أقول نفس الكلام ما بقتش عايزة الحب ده. هتقول له ايه؟ ما هي مستحيل تستعطف، معقولة يعني هتبكي علشان تكسفه؟ يعني هيبقى جرح وكمان يبقى ذل. مشيت أوام كانت ضعيفة متشتتة، مشيت أوام ساعتها حست بالشتا، بس المطر قدام دموعها كان أقل.